بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن اليوم سوف نتطرق دائما في نفس الوحدة الثالثة الظواهر الكهربائية إلى دراسة تجريبية لثنائي القطب RC، وهو عبارة عن عمل مخبري. الهدف من التجربة كما نلاحظ على السبورة، إذن الهدف الأول هو ملاحظة تطور التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة وشدة التيار المار في الدارة عند شحن المكثفة وتفريغها في ناقل أوم. إذن عند الشحن ثم عند التفريغ في الناقل أوم. الجزء الثاني من هذا العمل المخبري، إذن تأثير كل من R و C على ثابت الزمن 2. إذن نلاحظ الدارة الكهربائية الموضحة في الشحن. إذن نلاحظ الدارة الكهربائية، إذن لدينا مولد توتر ثابت، قوته المحركة E قيمتها 4.5 فولت. بادلة، إذا هذه بادلة، جهاز قياس شدة التيار الأمبيرمتر ويربط على التسلسل، مقاومة أو ناقل أومي مقاومته R، مكثفة سعتها C، ونربط على التفرع بين طرفي المكثفة جهاز قياس التوتر وهو الفولت متر. مقاومة الناقل الأومي نأخذ القيمة 10 كيلو أوم، سعة المكثفة نأخذ القيمة 2200 ميكرو فارد. الجزء الأول من هذا العمل المخبري، إذا شحن مكثفة، نضع البادلة في الوضع واحد. إذا عند وضع البادلة في الوضع واحد، إذا نسمي هذه الدارة دارة شحن. إذا عندما تكون المكثفة مع مولد في دارة واحدة نسمي هذه الدارة بدارة شحن. نقوم بتسجيل التوتر إيسي الذي نقرأه باستعمال الفولتميتر، وكذا شدة التيار التي نقرأها على جهاز الأمبيرمتر، ثم نقوم بملء الجدول. إذا الجدول الزمن، التوتر، وشدة التيار. إذا نضيف مع جهاز الفولتميتر وجهاز الأمبيرمتر، إذا ميقاتية لقراءة الزمن. إذا جهاز الفولتميتر، جهاز الأمبيرمتر والكرونومتر لقياس الزمن، ومنى لأخذ القياسات بأكثر دقة. إذا عند أخذ القياسات ممكن أنه يصعب أخذ ثلاث قيم في نفس الوقت، لهذا نقوم بتصوير أجهزة القياس بتسجيل فيديو، ثم نعيد قراءة تسجيل الفيديو وأخذ القيم الثلاثة بأكثر دقة كما سوف نلاحظ فيما بعد. عندما الجدول، إذا الزمن والتوتر والتيار، السؤال الأول رسم البيانين EC بدلالة الزمن وشدة التيار E بدلالة الزمن، ثم نستنتج فيما يخص تطور المقدارين. السؤال الثاني، حدد من البيان EC بدلالة الزمن فاصلة نقطة تقاطع المماس عند المبدأ مع المستقيم المقارب ذي المعادلة EC يساوي، ثم قارن هذه الفاصلة مع الجداء RC، بما أننا نعلم قيمة R ونعلم قيمة C، إذا نقارن هذه الفاصلة مع الجداء RC، ماذا تلاحظ؟ السؤال الأخير في هذا الجزء، حدد ترتيب هذه الفاصلة وقارنه مع القوة المحركة الكهربائية للمولد E. إذا هذا فيما يخص دراسة شحن مكثفة. ثم نعيد بنفس الطريقة دراسة تفريغ المكثفة. تفريغ المكثفة سوف نضع البادلة في الوضع 2، وهذا بعدما تنتهي عملية الشحن. سوف تفرغ المكثفة المشحونة عبر الناقل الأومي. إذا تفرغ عبر الناقل الأومي، ونجري نفس القياسات وتقريبا نعيد نفس الأسئلة. الآن ننتقل إلى الجانب التجريبي أو التطبيقي. ننتقل إلى الجانب التطبيقي. إذا هذا أو هذه دارة كهربائية جاهزة للاستعمال، دارة كهربائية جاهزة للاستعمال. هنا نقوم بتوصيل المولد، توصيل المولد، هنا البادلة، هنا البادلة، في الوضع واحد شحن، في الوضع 2 تفريغ. إذا هنا البادلة، في الوضع واحد شحن، في الوضع 2 تفريغ.
هنا نقوم بتوصيل جهاز قياس شدة التيار وهو الأمبير متر. ثم لدينا ناقل أومي كما وضحناه في المخطط، إذا مقاومته 10 كيلو أوم. هنا لدينا مكثفتين، نختار إحدى المكثفتين حسب السعة المطلوبة، وإحنا ونحن اخترنا سعة المكثفة 2200 ميكرو فاراد، أي نختار هذه المكثفة. إذا هذا بالنسبة للضرب. نقوم الآن بتوصيل المولد، إذا القطب الموجب للمولد، وهنا بطارية توترها أو القوة المحركة لها 4.5 فولت. إذا نصل القطب الموجب هنا والقطب السالب هنا، صح؟ إذا هذا بالنسبة للمولد. بالنسبة لجهاز الأمبيرمتر، إذا هذا لدينا جهاز أمبيرمتر للتيار المستمر، إذا جهاز الأمبيرم أو جهاز قياس شدة التيار وهو الأمبيرمتر، إذا للتيار المستمر، إذا نصله على التسلسل مع الدارة، إذا هنا نصله على التسلسل مع الدارة، إذا في الموقع المحدد لتوصيل جهاز الأمبيرمتر. ونربط على التفرع مع المكثفة، إذا الفولت متر، إذا نربط على التفرع مع المكثفة الفولت متر بهذا الشكل. وهذا الجهاز كما تطرقنا إليه في الدرس الأول وهو جهاز متعدد القياسات، نستطيع توظيفه لقياس أي مقدار نريد. هنا وظفناه لقياس التوتر أو فرق الكمون بين طرفي المكثفة في حالة تيار مستمر. إذا هنا وظفناه لقياس التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة. نتأكد من أن المكثفة فارغة، إذا نتأكد من أن المكثفة فارغة بهذا الشكل. الآن الكرونومتر بعد تركيب الدارة، نلاحظ الآن جهاز الأمبيرمتر، جهاز الفولتمتر والكرونومتر. بمجرد أن نضع البادلة في الوضع واحد شحن، نسجل أو نضغط على الكرونومتر. إذا بمجرد أن نضع البادلة في الوضع واحد نسجل الكرونومتر. إذا نلاحظ أن شدة التيار تتناقص والتوتر بين طرفي المكثفة يتزايد. إذا شدة التيار تقرأ بالملي أمبير. إذا تقرأ بالملي أمبير. إذا شدة التيار تتناقص والتوتر إي سي يتزايد. إذا نترك الدارة تشتغل حتى نهاية الشحن، ثم نعيد تفريغ الدارة بوضع البادلة أو تفريغ المكثفة عفوا بوضع البادلة في الوضع 2. وكما قلنا في قبل قليل، نستطيع الآن تصوير واجهة الأجهزة الثلاث الأمبيرمتر والفولتمتر والكرونومتر بآلة تصوير، إذا تسجيل فيديو، ثم نعيد قراءة تسجيل الفيديو ونأخذ القيم بأكثر دقة E, UC و Z. إذا كما نلاحظ أن التوتر قيمته الآن 4 فاصل، والتيار شدته تقريبا الى الصفر، والقوة المحركة للمولد المستعمل اذا 4.5 فولت. اذا توتر اي سي تقريبا سوف يصل الى القيمة 4.5 وهي تمثل القوة المحركة الكهربائية للمولد.
إذا نلاحظ أن قيمة التوتر تقريبا 4.5 فولت وشدة التيار تقريبا 0. هنا نقول أن شحن المكثفة تقريبا انتهى شحن المكثفة. الآن في نفس الدارة بدون ما نغير التركيب نقوم بتفريغ المكثفة في الناقل القومي. أولا نرجع الزمن إلى الصفر، ثم بمجرد وضع البادلة في الوضع 2 نعيد تشغيل الزمن من جديد وفي نفس تسجيل الفيديو لربح الوقت. إذن شحن ثم تفريغ. إذن بوضع البادلة في الوضع 2 نقوم بتشغيل الكرونومتر. ونلاحظ أن شدة التيار تأخذ إشارة سالبة دون أن نغير في ربط الأمبيرمتر، وتبدأ من قيمة ثم تتناقص قيمتها. التوتر يبدأ من القيمة 4.5 فولت التي ثبت عندها عند الشحن، التوتر بين طرفي المكثفة، وتتغير قيمته بالنقصان، ونترك الدارة حتى يتم تفريغ المكثفة كليا، ثم نوضح كيفية أخذ القياسات سواء في دارة الشحن أو دارة التفريغ. وهنا نؤكد على إشارة شدة التيار في دارة التفريغ، إذا إشارة سالبة، مع أنه نستطيع أن نغير ربط الأمبيرمتر ونقرأها قيمة موجبة، وتعمدنا أن نتركها بهذا الشكل لنقرأها بقيمة سالبة. إذا نلاحظ أن كل من إي سي وإي إي وإي يتغيران بالنقصان في القيمة حتى يصلا إلى القيمة صفر. إذن كما نلاحظ أن التوتر تقريبا سوف يصل إلى القيمة الصفر، نفس الشيء بالنسبة لشدة التيار. إذن في هذه اللحظة نقول أن المكثفة قد تم تفريغها في الناقل الأومي. فيما بعد سوف نقوم بشرح كيف أخذ القياسات بأكثر دقة عندما نعيد تسجيل الفيديو من جديد. فيما بعد الآن سوف نقوم بإجراء نفس الدراسة، شحن مكثفة وتفريغها في ناقل أومي، لكن باستخدام طريقة أخرى وهي تجهيز الإكزاو، ثم نعيد إجراء نفس الدراسة لكن باستخدام راسب اهتزاز مهبطي مزود بذكاء.